السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين مشاهدات قناة فتح بخير، تبارك الله عليكم وصباح الخير عليكم. كي صبحتوا دايرين بخير؟ ناشطين الوليدات، أجواء كل شيء زين والحمد لله، نبغوك تكون غادي بخير وعلى خير. المهم اليوم الحاجة راه عندها ما يدار ان شاء الله، وراه التور ديال هذه الغدا ديال الحد ان شاء الله، وبغيت توريكم واش راه باغي دير التور دابا الحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ الحمد لله. والمهم قال لك النوبه ديالي، انا النوبه ديالي كتبدي من الحد، من الحد حتى الجمعه. ايوا حنا كنصبحوا الرجال، حنا نصبحوا نحضروا ما كان مشكل بالصحه، وحنا غادي نربحوكم، حنا النساء حنا غادي يكون عندنا لاجر احسن منكم. امين يا رب العالمين، حنا غنلح فير. والمهم اليوم غادي نشارك انا وياكم خواتاتي خوتي الحباب ديالي، غادي نشارك انا وياكم هذا القن. بالمناسبة راني عارض لالا مريم، عارضين مولاتو، رحنا عارضين مولاتو، راه لالا مريم راه جاية تضيف عندي ان شاء الله، عند خالها وعند عمتها، يعني انا خالها وهذه عمتها، راه جاية تضيف اليوم، قلنا نبرعوها. ايوا مرحبا بها. المهم غادي نديرو في الفران، ما غادي ندير معاها لا بويون لا والو، غادي ندير معاها خضيرة، والمهم غادي نخشيها في الفران، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله يا ربي، وانتم الله يجعل سيدي ربي يرزقكم بواحد القنية بحال هذي. بالتوفيق ان شاء الله. عادي راه كتاكل هذاك الشيء هنايا في الاخر، كتاكل هذاك الشيء المربيه في الدار. المهم غادي غادي نعمره بالرز. واش غادي تقول انت؟ كما كنقول لحبابي حباباتي، ان شاء الله نطلبوا منكم انتم، ان شاء الله كاين القن عند قزار، كاين كذا، كاين المهم خير موجود هنا الحمد لله. افضل من الشحمه ديال الغنمي ولا ما ان شاء الله، وراه هذاك الشيء بسيط، يعني امور بسيطه، يعني ما كنكلفوش على راسنا شي حاجه اللي هي كاع راها فينا راها. والحمد لله حنا المهم هكذا، حنا كنا نعيشوا يعني بلا هاد البيع والشراء، المهم الحمد لله حنا هكذا دائما ان شاء الله بالتعمير، وانا ان شاء الله باغي نكفف هاد القن هذا ان شاء الله. انا اللي باغي نكفف ان شاء الله. المهم غادي نحتاج الرز، الرز انا بغيت حتى واخا يشط لي باغيه نزيدو مع ان شاء الله مع الخضره. هذا الرز عندي شويه حبه كحله، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، غادي ندير الهريسه واخا الحاجه نكثر منها. غادي ندير سكينجبير زيد، ندير نص معلقة كمون، شوية بزار الحمراء، هانتوما تشوفو القياس، والبزار على حسب الاختيار ديال كل واحد، الخرقوم، شوية الملحة، راني سالقة الرز بالملح، ولكن جاني شوية المسوس، غادي نديرو قزبر ومعدنوس، كيقولو دوك الدراري ديال المدرسة ديال في المغرب، قزبر ومعدنوس، ما كيتفاهموش، هما اللي عندك كيتفاهمو، ها هما، هما متحدين. المهم هنايا الثومه والزيتون، اللي عنده الزيتون يديرو، اللي ما عندوش ماشي مشكل. المهم غادي ندير شويه هريسه، مريم ما كتاكلش يمكن الهريسه من لا تاكل تا غير مريم خليها. المهم شويه الثوم، ما تاكل كلش بودره، واحد شويه واحد شويه حقا شويه مجهده، ايوا واحد شويه زعفران باش ما يجيناش الرز بيض. سلحتيهم ولا حتيها الحاجه الملح؟ الملح درتي؟ دايرة الملح واه. يلاه بسم الله. نزيدو زيت الزيتون واحد شوية، ندير شوية من هادي ديال الطياب، اللي عندو زيت وحدة يتكافى بوحدة عيب، لأن كنبغيو داك التنسيم ديال زيت الزيتون. والمهم هاد الكبيدة و ديال القن غادي تاهي نديرها هنايا في الحشوة، شوية حامض، حامض غادي نخليها هنايا شوية كبير، ما مبغيتش نقطعو نديرو في الاخر، غادي نخليه كبير لداخل في وحفتها للحاجة النهار هاد القن هذا. والله يجعل سيدي ربي يسخر، راه تبعو ملي بديت نديرو الحار ما غاديش نديروها. لا والله تبعتوها بالخير باش ناكلو مسكين، والله مسكين والله ما تبعتو شي حاجة ديال الشر بالله. المهم كما كتشوفو تخلطوا هذه مزيان. مريم تبارك الله جات وجابتها. مرحبا بها، منين جابت الرزق ديالها؟ برعتنا ها. ويمكن نشري عليها يمكن. يلا سيدي ما تسالي. والله يعطيها الخير، والله ينجحها في الحياة ديالها ان شاء الله، وجميع اللي كيتمنى شي واحد شي حاجة. امين يا رب العالمين. يجعل سيدي ربي ينجح بنيتاتنا وليداتنا. واش الحاجة بغيتي؟ هاد القن راه درت له كي الطريقة ديال الدجاج، راني مرقدة في الخل وفي الملحة و يا ربي يمسك فيها والحامض. المهم راه واكل الدق، يعني مشى فيها الحاجة راه مشى فيها. يلا بسم الله.
الكلاوي ديالو انا خليتهم لاصقين فيها هكذا مع ديك الشحيمه باش يجيني داك الروز يجيني مزيان. كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي لكم مسخر فيه الله، ما تحرك ما هرب ما بوجه مسكين، رحنا نعمروه رحنا نعمروه ان شاء الله بالروز وان شاء الله. واش بنقول لكم وذنبوا على الحاجه ذنبوا لك نتايا علاش انايا مسكين ما ذنبوا واش كون بحال هو ذنبوا على راسو اللي كان قن مبرات بوك الله درت له عمليه وعمرت له فادو بالروز تبارك الله. اش من حيوان اش من كائن اللي داروا له بحال هكا؟ سيدي ربي سيدي ربي رزقنا بهاد بهاد الحيوانات اللي ناكلوهم الحمد لله الحمد لله على نعم سيدي ربي. كما كتشوفون انا درت العمليه راه كنعين شويه غادي يكون عيان مالي يدخل الكشك تما اللي عيا مسكين مشافيه ايوا صافي ديك الابره كملت الخيط صافي. ها انتم ها القرن ديالنا حنا وجاد انتم تشوفوا تبارك الله ضاحك مع راسو ها انتم المشاهدين ها انتم ضاحك وكيبلغ لكم السلام وتحياتي لكم ها هو القرن بساله غادي نرشو عليه شويه د الملحه. ها هو فين اخوتي خد انا بشويه هريسه ولا المطيشه بالقوطي ولا المهم غير جده صابر معنا زعما الصراحه مثلا باش نتكرفس عليه. انا عندي الصينيه ديال الفران ديال الدوره كما كتشوفوا اخواتاتي عندي مدوره وهي من الاحسن تكون الصينيه تكون خواتاتي الصينيه انايا اللي كيقول لكم ديال الفران انايا عندي مدوره من الاحسن تكون الفران ديال الكاز عنده الصينيه مربعه هذه طويله كيجي مزيان ولكن انا ما عنديش اللي ما عنديش حاجه غير مدوره هزي من هزي حاجه من هنا بسم الله اللي راك خايف عليها حط انايا المشكله معاك هذا ضروري خصني المهم غادي ندهنوا شفتوا كان الصينيه طويله كيجي مجبد كيجي مخير الديكور ديالو هادو ولا مشافيه ولكن انا غادي ندير له شويه هريسه من الفوق هكذا ولا مشافيه الحاج مسكي شويه هريسه مشافيه الحاج واللي ما كيبغيش الحار بلاش ما يدير له هريسه لا والو يدير له على شويه خرقوم هكذا وغادي ندير الزبده هو في الحقيقه الزبده كتحمرو مزيان معليش الحاجه ضروري الحاجه حاجه ايوا ديروا في الفران وديروا على نار مهيله وخليوه وغطيوه بالالومنيوم وبهذا الكارط ديال الزبده وتاكلوا معنا بالشيفه ان شاء الله. الطريقه ديال الاخر ديروا له الكارط هكذا مزيان ضمطوه ها انت ودي الحاجه هذا هكذا انا عندي هذا القن هنايا عنده اللاج ديالو صغير صغير بحالي هذا الحاجه لا 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 ماشي بحالك كبيره ديك كبير نتا عليه بزاف انا غير حتى قرحت عليه المهم داك الرز اللي شاط لي يعني درتو في الميكا وغادي نديرو الفور وغادي ندير معاه الخضره كما قلت لكم غادي ندير غير الخضره مفوره وريهم بنتي ليا غادي ندير جميع الخضره اللي عندي 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 اللوبيا الشعره عندي هذا المهم الشيفرون ديال الشيفرون خضار خيزو القرعه الحلوه والقرعه وهذه والبطاطا موكلتهم موكلتهم ايوا المهم عادي هذا اللي بغى يحطهم هكا مفورين يحطهم واللي بغى يدير لهم يسوطيهم في الزبده وشويه د الزعتر وشويه حبه كحله وشويه الثومه بودره اللي بغى يسوطيهم في الزبده ولا اخر كيجيو مخير يعني المهم انا داكشي يمكن غادي ندير لهم الا زاني الحال الا ما زانيش غادي نحطهم غير هكاك مفورين ان شاء الله ربي يتوفق والمهم كنتمنى هادشي يصدق ان شاء الله يصدق يكون في المتناول ديال الجميع ان شاء الله ربي. المهم السلام خواتاتي على القن ديالنا ديال مريم هذا ديال مريم ديال مريم الشكل ديالو النهائي الخضره كما قلت لكم راني صوطيتها في الزبده ودرت لها القصب هذا المعدنوس يابس وشويه الثومه ولا اخر وصطيتها في الزبده كاع الخضره راني درت لها نفس المشكل كي الاخر اللوبيا الشعره البروكولي المهم كلشي الزروديه المهم كلشي راه فايت في الزبده وزوحي كما بغيتي وبالصحه المهم الخيرات اخوتي المهم تحياتي للنساء وتحياتي للرجال وتحياتي كاع للاحباب والاهل والقراب والبعاد وهادشي اللي نقول لكم المهم حنا هذه هي الوجبه وجبتها لنا الحاجه الله يرضي عليها واحد شويه لاصوص واحد شويه لاصوص ديروها من الفوق فوقو انا ما درتهاش انا بغيت نوري لكم واحد شويه درتو في الزلافه كما كتشوفوا راه عادو حمرتو جاتنا تفضل جاتنا فقيره مريم اليوم وكبرنا بها وطيحنا لها هاد الذبيحه هذه الله يرضي عليها تاكلها بالصحه والراحه ان شاء الله
وان شاء الله باغي يكون المزيد ان شاء الله وجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. وباغي ان شاء الله المهم المره الجايه ان شاء الله باغي يقدر الحاج نشوف باش باغي تقصفكم ثاني شي حاجه اخرى. راه جيعان وما قدرش يطول في الهضره الحمد لله راه جيعان. سيرك عارف الريزرفوار راه خاوي غير المشاهدين هما الاولى. المهم متبقل عليكم خوتي وتحياتي لكم، والمهم كنبان لكم التحيه والسلام كامل للمشاهدين الكرام ديالنا والاهل والباب والوالده ديالي والحفاد ديالي وشكرا والمشاهدين. انا مع السلامه وشهيه طيبه.